حاجة يعني مضطر ان نتكلم فيها، على كان يبدو ان السفالة بقيت اسلوب حياة. والله العظيم يبدو ان السفالة اصبحت اسلوب حياة. اوريكم كده حاجة اتكتبت امبارح عشان تعرفوا ان ده برضي اسلوب غير محترم، وانادي الموسيقار تركي الشيخ بان يعاقب ويشتكي هذا اللاعب حتى يتأدب ويتربى، لانه ده واحد من الناس اللي ناقصين رباية وعايزين يتأدبوا. يعني اوريك كده حضرتك معايا واقرا لك تويتا. اقرا لك تويتا للاسف الشديد ما كنتش اتمنى خالص انها تحصل، من لاعب من المفترض كابتن فريق، من المفترض هو كابتن الفريق. يعني استغرب ان كابتن فريق، ولكن هو شايف رئيس النادي في نفس خط الخروج عن الروح، فهو برضي يعني انا عايز افهم بس. يعني اجيب لكم بس التويتة لحظة معايا، اوريكم تويتة ها، وقولوا لي ده لو لقي رئيس نادي حد بيأدبه ويربيه يقدر يكتب تويتة زي كده ولا لا. بص، ده حازم امام افندي كابتن نادي الزمالك، ده لو لقي حد يربي مرتضى منصور ما كانش هو كتب اللي كتبه اهو. وانا كلامي ليس موجه لاتحاد الكوره، وانما موجه لمعالي الموسيقار تركي الشيخ، انه لابد ان يتقدم بشكوى رسميه ضده حتى يتادب ويتربى اهو. لكن هو شايف رئيس النادي منفلت وما فيش حد عارف يحكمه، فهو يطلع اسوأ منه. بص كتبيه، حد يطمني على طال عمره، اصل كل توقعاته وامانيه بتيجي بالعكس، اللي يلعب معانا يستحمل ويا رب يستحمل. ده حازم امام بيتجاوز في حق الموسيقار تركي الشيخ. حازم امام بيتجاوز في حق الموسيقار تركي الشيخ. حازم امام اللي لسه اصلا ما يعرفش اقول لك ايه، بس هو ناقص ربايه في الاخر. يعني لما يكون كابتن فرقه ومش محترم ومحتاج ربايه هتنتظر ايه؟ اهو بص، حد يطمني على ضل عمره، أصل كل توقعاته وأمانيه بتيجي بالعكس، واللي يلعب معانا يستحمل وياريت يستحمل. والأخ مصطفى فتحي عامل له لايك وخمس ضحكات. اللعيبة دي لو شافت رئيس النادي بتاعها حد أدبه وعاقبه مش هيعملوا كده. أولاً أنا ليه اللي خلاني اتكلمت؟ لأن حازم إمام غير محترم أهي أهي على انستجرام أهي صفحته، وتأكدت منها وموثقة عشان لو شال بس الكلام ده. متضايق ليه؟ اولا ليس لديه مروءة ولا رجولة ولا احترام، لانه بيخاطب راجل فاضل، راجل وزير في دولته، راجل محترم، راجل ايادي البيضاء عليه قبل اي حد تاني. انت كنت بتقبض يا حازم من فلوس الموسيقار تركي الشيخ، انت كنت بتقبض مرتبك من فلوس الموسيقار تركي الشيخ. الموسيقار تركي الشيخ ادى رئيس ناديك 650 مليون جنيه مصري، هم اللي كنت بتقبض منهم وبتاكل منهم انت واهلك. الموسيقار تركي الشيخ لما شال ايده عنك انت لا لاقي مرتبك ولا لاقي مكافاتك ولا لاقي النسب بتاعت العقد بتاعك. بدل ما تقول شكرا لراجل في فراش المرض بتتكلم بهذا الاسلوب الحقير؟ هي دي الروح الرياضيه وهو ده الاحترام؟ بس انا ماليش كلام معاك ولا اقول لك اكتر من كده. يكفي انك انت كنت بتاكل من خيره وفلوسه كانت معيشاك انت والفرقه، ولما سابكم بتشحتوا ملايينش المرتبات. تركي الشيخ يعني للاسف الشديد يعني اقولها لك والارزاق على الله، جزمته بيك وبامثالك. وتحياتي للموسيقار تركي الشيخ وبعتذر له، ومش عايز ازود في هذا المربع ولا اتكلم فيه اكتر من كده، ولكن انتوا اشهدوا واتفرجوا. رئيس نادي شتم السعوديين محدش عاقبه، لاعب كابتن الفرقه غير محترم يتجاوز في حق وزير دوله ويتجاوز في حق راجل فاضل واياديه بيضاء عليه وعلى ناديه وعلى لعيبته. راجل مستني او يعني حازم امام ده يعني محتاج ان هو يتربى من كي جي 1. والله يتربى من كي جي 1. وخير الكلام ما قل ودل، لان الرد على السافل ما ينفعش غير بكلمه واحده، ولا تسوي ثلاثه تعريفه لا انت ولا اللي كتبته. بس انا اتمنى
من معالي الموسيقار تركي أرشيخ إذا كان بيشوفني أو حد بعته دي، أتمنى إنه يكتب فيه مذكرة ورقة ببلاش ببليم ورقة بريال للجنة الانضباط، وعتشوفوا حازم ده عيهر ويعمل إيه لما يتخصم له منه مبلغ وقدره ويتوقف مش عارف كم مباراة والكلام ده كله، لأن المستشار تركي أرشيخ جزء من اللعبة في مصر، إن الرئيس الشرفي للنادي الأهلي لما وزير دولة ورئيس شرفي النادي كبير زي النادي الأهلي يخاطبوا لاعب غير محترم زي حازم إمام بهذا الشكل، يبقى تكلمني عن التعصب إزاي؟ لا يا أستاذ، لا يا أستاذ التاتا ولا مش عارف التاتا نيوز، لا علقت واتكلمت. اي حد بيغلط بعلق وبتكلم، ومش كل ما امسك واحد متلبس وواحد غير محترم تقول لي اشمعنى فلان. احنا هنا مش هنقعد نقول اشمعنى فلان واشمعنى المتركان. حازم امام ناقص تربيه، واللي كتبه ده يستحق الحساب ويستحق العقاب. اهو اكن تبوا عارفين ووثقوا للتاريخ، حازم امام على صفحته على انستغرام يهزأ بالموسيقار تركي أرشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي. يعني عايز أقول لك يتقطع لسانك وتتقطع إيدك إنك أنت مش محترم. بص حد يطمني على طال عمره، أصل كل توقعاته وأمانيه بتيجي بالعكس، اللي يلعب معنا يستحمل ويريت يستحمل، وبيتريق والعبيط التاني كم لاعب عبيط في الفرقة بيضرب يا حزومة ومش عارف إيه. هي دي الاحترام اللي أنتوا اتعلمتوه. ولكن ارجع واقول لك لو عاقبت مرتضى منصور وادبته مش هتلاقي اي عيل من العيال دي يخرج عن النص.